أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. عليكم أيها السادة، هذا اللقاء مع القليل من بعض إبداعات الفنان الخالد خليل فرح، وهذه المساحة لا تكفي، بل مساحات شاسعة لا تكفي لتقديم هذا الفنان الكبير، ولكن نقول عناوين إنه عمر الفنان قصير ولكن عمر الفن ممتد في الزمان. خليل فرح على مشارف الأربعين ودع هذه الحياة، 1892 1933، ولكن هذه الفترة القصيرة ترك فيها إبداعاً أثر على مجتمعه، أثر على الفن السوداني، ولا زال مؤثراً، أثر فيه لحناً وكلاماً. ويبدو أنه أحياناً الفنان يفتقد بعض الأشياء فتكون سبباً في كماله. خليل فرح من عمق السودان، من عمق الحضارة النوبية القديمة، من الرطانة، جاء إلى العاصمة عشان يدخل كلية غردون، لقى الشعراء مشغولين بقصي عزة ويا بدائع طرفة ويا معاني زهير وده تضيع قيسه كتير قبالي إلى آخر، وأنا يا ليل مجنونك. مشوا وقروا الأغاني وقروا الشعر القديم ويتأثروا، ولكن تخيل هذا الشاب النوبي لم يتأثر إلا بدواخله وحضارته فعبر عن نفسه تعبيرا رائعا، وهذا هو السبب في تفرده وتميزه بين أبناء عصره. يعني تخيل واحد بيقول لك ضاري حسك فاح جانا مارق، أن يتحول الصوت إلى شيء مجسم، أو يقول كفانا دلال يومك ما وليس كفانا الدلال في هذا اليوم. مثل هذه التعابير لا يمكن أن تصدر إلا من شاعر لا يعبر إلا عن دواخله، ليس متأثرا بأي شيء. وربما كان هذا الإعجاب الشديد بإبداعات خليل فرح الشاعر جعلتنا نظلم خليل فرح الملحن. المؤكد إنه الأجيال الجديدة من السودانيين استمعوا إلى خليل فرح الشاعر، ولكن القليل منهم استمع إلى خليل فرح الملحن. سأضرب مثل بعزة في هواك، سألوا له ما جاي يغنيها، رفض يغنيها. ليه؟ لأنها هي أغنية الصالون، ليست أغنية حفلة، أغنية شباب بيغنوا سرا سرا، البوليس مطاردهم، بيغنوا لنفسهم، بيغنوا مجموعة، المجموعة تنقل الغنى لمجموعة أخرى، ينتقل إلى مجموعة ثالثة رابعة خامسة، ينتشر يبقى منشور. لو غناه في المسرح يقبضوه، لو رفع صوته ياخذوه الحراسة. عشان كده هو غناها عز في هواك عز نحنا الجبال ليل يخوص صفاك عز نحنا النبال عز في هواك عز ما سليت وطن الجمال ولا ابتغيت بديل غير الكمال وقلبي لي سواك ما شفت ما الخذيني باليمين انا راقيت شمال وحاز
ده الغنى. ده عبد الله عشر الصديق لما هرب الاسطوانه من مصر وده من حلفه ضربوا لقدام الرئاسه المديريه قالوا لهم في زول مشبوه شايلوه كرتونه شوفوها فيها شنو. قبضوه في الدام اللي لقوا فيها عزه في هواك جايبه. قالوا ده شو قال جايبه لاصحابي الانجليز. قال له اصحابك كم انت جايب 200 اسطوانه؟ قال له انا هالي كثيرين جايب لهم الاسطوانه. يعني تصوروا انه الاسطوانه هربت يعني مش جات رسمي. فنحن جينا غليناها كأن يعني فتحنا عز في هواك. لا لو غناها كده كان قبضوا. شيء ثاني انا اسف اتكلم شويه وبعدين خليك تغني يا سميره. نفسك واحده ما هو عارف قدم المفارق دي سجلها أستاذنا إبراهيم عبد الجليل الله يرحمه. سجلها ما هو عارف قدم المفارق ما حطى للسلام في سموم الصيف لحل بارق لم يزل يرتاد المشارق كم مع الأحباب نجم شارق ما ولا أفلاك في ظلام. هذه الأغنية مكونة من 5 أجزاء. جزء أول أشواق، الجزء الثاني فيه شيء عن الوطن، الجزء الثالث عن الخرطوم، الجزء الرابع عن مصر، الجزء الخامس عودة للوطن. بتبتدي في سمو الصيف لحل بارق لم يزل يرتاد المشارق. لم يزل هو البارق منذ الأزل مستمر. هذا تعبير رائع جدا. غني يا سميرة ما هو عارف قدم المفارق بالطريقة التي تغنون بها.
الطواف للمزالي من فتاح للخور يا مغالي قدل يا مولاي خاف حالي قدل يا مولاي خاف حالي بالطريق الشاكي طرا سلام يا سمير أبدعتي فيها إشارة طبعا لخليل من خليل لولده أين من نيل ودعته شاهق باكي ناهد باكي بتنهد لسه مراهق عيني ما بتشوف إلا شاهق هنا صور ليك وجوده في القاهرة حيث كان يتعالج عيني ما بتشوف إلا العمارات العالية أين وجه البدر التمام لأنه في القاهرة ما بتشوف القمر إلا إذا طلعت برا المدينة عشان كده هو قال وأشار برضو إلى حالة الإعياء بتاعته لما قال في البيت الأولاني كان مع الأحباب نجم شارق ماله والأفلاك في ظلام الرجل العاشق للصبح صباحك ماله أحبابك جفوني وماله يا ليل مين اللي حيغنيها تمتامو يلا تغنيها لي كما هي يعني كما كانت بشيقني كمال يا ليه أشوف صاحبك فقد راس ما
ما دام الحبايب مالو بدرك ما بيشيري كمالو يا لي يا لي يا ليل طول سيبه في حاله أو قول علي زي ما حاله يا ليل يا ليل طول سيبه في حاله أو قول علي زي ما حاله يا ليل أما بيتزحزح ده حاله بالليل والنهار أصحاله يا ليل حالو يا ليل والله ابدعت يا ياسر ابدعت جد والله دي عظيم سجلها حدباي عبد المطلب نفس اللحن ده يعني انت حافظت على اللحن انت ولد محافظ جزيره خليل فرح بدري انتوا عارفين جده الكبير اسمه وردي برضو الخامس العائله الاساسيه عائله وردي لكن ابن عمه عظيم محمد علي عثمان وردي مش كده قلت لي مره انت ده مرضان باكي فاجد لا محمد عثمان بدري ما وردي يا اخي بدري بدري انا قاصد محمد علي عثمان بدري ما برضه جدهم وردي كلهم القصه هي محمد علي عثمان بدري عمل مرضان باكي فاجد ولحن له عمر البنا انا بقول لك العائله جدها اسمه وردي ما وردي محمد علي عثمان بدري ده بدري. دي الناس بدري وخلي الفرح الكبير اسمه وردي ده ابو العباس انا ما حاضر خلاص انت حاضر انا خليها علي بعدين اللحن ده على فكره مختلف ما في زيه لكن في الحان خليل جرى بها زمنه زي جناين الشاطي يعني ده لحن من المسموعات في العصر لكن الكلام مختلف حسين شندي حيغنيها لنا بطريقه مختلفه طبعا لا حتغنيها زي ما هي
طريق مرة الخلوق مسحوم فالهلال الهلال الناس عز عليها غيوم جناين الشاطي الوصول الروم أي زهرة روما أبقيها عليكم. شكرا يا شباب. وصلنا لبيت القصيد. فلق الصباح قول لي. الأغنية دي في تأليفها ما في زيها أصلا في الغنى السوداني ما في، لكن قمنا عليها لخبطناها لخبطة كأننا مأجرين على لخبطتها. الأغنية دي أصلا خليل فرح ألفها بطريقة غريبة جدا، عمل كل مقطع من جزئين وسطهم شيلة، أو كرومة عمل الشيلة في النص دي، غنى مقطعين مقطعين وبعدين عمل لهم شيلة في النص. أضرب لكم مثل عشان بعدين نفهم موضوعنا. عز قومي كفاك نومك وكفانا دلال يومك، انتي الكبرتوك البنات فاتوك في القطار الطار. شيلة هنا وبعدين عز شوفي بنات قومك سبقوك على كومك بتقبيلة بترجال ودوك للقبيلة هدوك انت عز وبطر. المقطعين ديل الجزئين ديل مقطع واحد ما بيناتهم شيلة. دلوقتي نحن نعمل ما يلي، نقول عز قومي كفاك نومك، نقوم نعمل الشيلة ونعمل الفرقة ونسيب النص الباقي ننط نقول صبق الخدين حمرة، وبعدين نسيب الحمرة نمشي نمشي حتة تانية. انت كالطاووس خاين لخبطنا الأغنية. دلوقتي الشباب ديل أرجوهم أتوسل إليهم يغنوها زي ما قلت كده. يعني إحنا كلنا بنغني أنت كالطاووس خايل كبرياءك عليك اللي كان ما شرحت التبرياء. لا كبرياءك شنو تبرياكو؟ التبرياكو طب التبرياكو اللي بيجيبوه زمان من الهند. نحن مستعمرة بريطانية بيجيبوا لنا ثياب النسوان من الهند، بيجيبوا لنا دول على الدكاترة وبيجيبوا لنا التبرياكو وبيجيبوا لنا ثياب معينة كده بيجيبوها. ها مش كده؟ انت ابقي جايجا انت ما معانا زمان مش كده؟ ابقي جايجا هي وابقي جايجا ده كله ثياب هندية والتبرياكو ده رخيص ما غالي. انت دقيقة بالله، انت كالطاووس خايل. دقيقة، انت كالطاووس خايل تبرياكو فيك خايل، يقول لك خايل فيك اللبسة دي، لكن خايل هناك مختال. ما أنا قلت لكم أحيانا أنت لما تقول تكون تعبيرك الخاص ده غريب جدا، يعني لو واحد غير خليل فرح لا يمكن يقول كالطاووس خايل، لازم يقول مختال. لو العبادي يقول مختال، لو عمر البنا يقول مختال، لا لكن خليل فرح يقول خايل مختال يعني، وتبرياكو فيك خايل يعني لايك. غنوا موسيقى
هذا النص الرائع واللحن المختلف لأستاذنا كرومة والكلمات البديعة للرائد خليل فرح، نكون وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة القصيرة جدا، ونرجو أن نلتقي مرة أخرى في هذا الرحاب. إلى اللقاء.